بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة العرب والأفارقة أفرو عرب شان. في هذه الحلقة سأقدم لكم كيفية تحميل مايكروسوفت ويندوز جميع الإصدارات النسخ الأصلية ورابط مباشرة من موقع مايكروسوفت تدعم الاستكمال في أي وقت. جميع الروابط المستخدمة في هذا الشرح تجدون أسفل الفيديو في الديسكريبشن. ستحتاج إلى رابطين تجدونهم أي كما قلت أسفل الفيديو في الديسكريبشن. الويندوز جميع نسخ الويندوز، ويندوز 7 بجميع اصداراته، ويندوز 8 ويندوز 10 بجميع الاصدارات. اولا سنذهب الى موقع مايكروسوفت، هذه الرابط اضعها جميعا في الديسكريبشن اسفل الفيديو. ستأتي صفحة بهذا الشكل، نضغط على هذا المربع كان خطاء الإعلانات. is an orange. هذه وهذه على verify. الآن كما تلاحظون هنا موقع مايكروسوفت، كما تلاحظون هنا نسخ الويندوز، كما تلاحظون هنا فقط لدينا نسخ ويندوز 10، لكن نحن بطريقة ما سنقوم بتحضير جميع النسخ الويندوز، نسخ ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10. لنقوم بعمل هذه العملية هنالك سكريبت أضعه أيضا رابطه في الفيديو في ديسكريبشن أسفل الفيديو، يعني تذهبون إليه وتحملون هذا السكريبت. بعد تحميل هذا السكريبت تجدونه بهذا الشكل. نقوم بنسخ هذا السكريبت هكذا، ننسخ جميع محتوى هذا السكريبت هكذا، لا نترك فيه أي حرف كوبي. الآن نذهب إلى صفحة الويندوز وبالرايت ماوس بالكليك ماوس رايت انسبكت إليمنت. بعد هذا سنذهب هنا ونبحث عن في هذا الشريط عن كونسول. هذه كونسول، نختار كونسول كنترول في. بعد ذلك نضغط انتر. كما تلاحظون بعد الضغط انتر هنا تكون باللون هذا اللون الأزرق. الآن هذه نقوم بإغلاقها. الآن كما تلاحظون قبل قليل كان هناك ويندوز 10، سنلاحظ جميع إصدارات الويندوز هنا موجودة هنا كما تلاحظون. هذا ويندوز 7 بجميع الإصدارات، جميع هوم بيزك بروفيشنال التيميت هوم جميع الإصدارات والنسخ الأصلية. أيضا هنا ويندوز 8 جميع الإصدارات، وهنا ويندوز 10 بجميع الإصدارات، ويندوز 7 وكل النسخ الويندوز. بعد ذلك نضغط على confirm. بعد نختار نسخة الويندوز التي نريد أن نحملها، نختار نسخة الويندوز التي نريد أن نحملها. مثلا إذا أريد أن أحمل نسخة ويندوز 7 هوم بيزك، سأضغط عليها هكذا. بعد ذلك سأضغط على confirm. انتظر قليلا. كما تلاحظون الآن أذهب بنا إلى هذه الصفحة. هنا select the product language. الآن نختار اللغة التي نريدها. جميع اللغات التي تريدها موجودة، مثلا هنا اللغة العربية عربي، هنا اللغة البرازيلية، هنا اللغة الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصربية، الإسبانية، التاهيتي، التركية، والأوكرانية. جميع اللغات موجودة هنا. مثلا أنا سأختار اللغة العربية عربي، سأضغط على confirm. الآن في هذه الصفحة نختار اللي هو كم نريد نسخة الويندوز، اللي هو 32 بت و 64 بت
64 بت ولا 32 بت، تختار انت تريده. مثلا ساختار 64 بت. سيبدأ التحميل مباشرة كما تلاحظون الآن. هذا تحميل برابط مباشرا، وهذا نسخة ايزو. يمكنك أن تحملها وبعد ذلك تضع أو تحرقها على فلاش وتقوم بتنصيبها. يعني سرعة عالية جدا، سرعة عالية جدا. أنا فقط الآن فقط الإنترنت عندي بطيء، لكن هي سرعة عالية جدا جدا. يعني يمكنك تحميلها. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. يا ريت كل من أعجبه هذا الفيديو الالتحاق بقناتنا بالضغط على لايك وسبسكرايب. يا ريت تضغط على سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.